أهلا بكم. لم يكن الحديث عن تقدم الجيش العربي السوري فيها صادرا عن بيان للقوات المسلحة السورية ولا عن مصدر عسكري أو إعلامي سوري. الحديث جاء في مؤتمر صحفي وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من الأردن. هي معركة القصير إذن التي تمثل بموقعها الاستراتيجي مفصلا هاما من مفاصل الهجمة على سوريا. فما هي الأهمية الاستراتيجية للقصير ولماذا الاهتمام الأمريكي بها؟ وكيف تعامل الجيش العربي السوري مع هذه المعركة؟ تقع مدينة القصير جنوب غربي مدينة حمص، وتبعد عنها 35 كيلومتر، وعن الحدود اللبنانية تبعد 15 كيلومتر. وأيضا هي صلة الوصل بين الريف اللبناني الشمالي وريف محافظة حمص الجنوبي، ويبلغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، وتطل على طريق يربط حمص بدمشق وحلب وحماة، إضافة إلى كونها بوابة المرور إلى الساحل السوري، ما أكسبها أهمية استراتيجية كبرى. لم تكن المجموعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة تحظى بحضور قوي في المدينة حتى صيف عام 2012، وذلك عندما اقتحمت جبهة النصرة مدينة القصير انطلاقا من الحدود اللبنانية ومحاور أخرى، مستغلة قربها من لبنان لتحويلها إلى ممر لتهريب السلاح والإرهابيين إلى المدينة، ومن ثم نقله إلى مناطق أخرى كريف دمشق. بعد كل هذه الاعتداءات كان لابد من تدخل وحدات الجيش العربي السوري لإنهاء هذه الحالة، مع توقعات بأن عدد المسلحين في القصير تجاوز 4000 إرهابي، رغم أن أعدادا كبيرة منهم فرت من القصير مع بدء الجيش العربي السوري عملياته في ريف القصير. وبالفعل بدأ الجيش عمليات خاطفة في مناطق مختلفة في جوسيا وصولا إلى النبي مندو وآبل وعرجون وكفر موسى إلى بحيرة قطينة، وذلك في فترة زمنية قياسية، مستخدما لهذه الغاية تكتيكا عسكريا جديدا ليتوج هذا التقدم بفك الحصار عن بلدة الغسانية المحاصرة منذ أكثر من عام. في 19 من شهر أيار تقدمت وحدات الجيش العربي السوري باتجاه المدينة من محوريها الشرقي والجنوبي كمرحلة أولى من خطة تقوم على مرحلتين. المرحلة الأولى تعتمد على التقدم من المحورين الشرقي والجنوبي للمدينة، في حين تعتمد المرحلة الثانية على التقدم من الجهة الغربية للمدينة باتجاه الشمال. مع حالة الإطباق الكاملة التي فرضها الجيش العربي السوري على المسلحين داخل وخارج القصير، وصلت إمكانية مؤازرة الإرهابيين من قبل المجموعات الأخرى مستوى الصفر، ليقع العديد من الإرهابيين الذين جاءوا من خارج القصير في كمائن الجيش العربي السوري. وأيضا تم الكشف عن شبكات أنفاق ضخمة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلاح. والحدث الأهم هو الكشف عن حجم التعاون العسكري والاستخباراتي بين المجموعات الإرهابية المسلحة وإسرائيل، عندما ضبطت وحدات الجيش العربي السوري مصفحة عسكرية إسرائيلية كان يستخدمها المسلحون في القصير. بعد أن نجح الجيش في إتمام مرحلته الأولى، بدأ المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في القصير، لتتركز العمليات النوعية للجيش السوري في الجزء الشمالي من المدينة، عبر التركيز على مستودعات ذخائر جبهة النصرة وأماكن تمركز مسلحها. المرحلة الثانية من عملية الجيش شهدت امتداد المعارك إلى الريف الشمالي للمدينة، والذي يضم 4 قرى رئيسية هي عرجون، البويضة الشرقية، الضبعة، وأيضا الحميدية. كما نجح الجيش في قطع طرق الإمداد بالكامل عن القصير من جهة الديابية. أبرز ما ميز تقدم الجيش العربي السوري في المرحلة الثانية من عملياته بالقصير هو مقتل قائد جبهة النصرة في القصير والمدعو أبو عمر وكامل مجموعته، ليتم الإعلان بعد ساعات قليلة عن مقتل قائد كتائب الفاروق بلال إدريس والملقب ببن لادن الثاني بالقصير مع 100 من عناصره في هذه العمليات. أيضا مع نجاح سير عمليات المرحلة الثانية من تقدم الجيش العربي السوري، توجهت وحدات عسكرية باتجاه مطار الضبعة العسكري، والذي شهد اشتباكات متتالية انتهت إلى فرض السيطرة الكاملة للجيش العربي السوري على هذا المطار وأيضا على قرية الجوادية، لتكون وحدات الجيش العربي السوري قد أتمت بذلك
إغلاق المثلث الشمالي الغربي لخطوط الإمداد التابعة للإرهابيين، وكذلك الأمر بالنسبة لخطوط الإمداد الشمالية الشرقية، وهو ما يعني عسكريا إتمام المرحلة الثانية من عمليات الجيش العربي السوري. الحدث التاريخي المفصلي في هذه المعركة كان في 5 من حزيران، حيث بدأ الجيش العربي السوري هجوما مباغتا في تمام الساعة 3:30 فجرا بعملية اتسمت بالدقة والسرعة، مستغرقا زمنا قياسيا وهو 2:30. وتزامنا مع هذه العملية فسح الجيش مجالا آمنا لخروج المدنيين من وسط مدينة الأقصير نحو الضبعة والبويضة شمال الأقصير. شكلت الأقصير نقطة تحول في رسم المشهد الميداني على امتداد الجغرافيا السورية، فما بعد الأقصير ليس كما قبلها، فهي كما وصفها مراقبون بوابة النصر الاستراتيجي.